باشمهندس عادل بقى يحكي لنا حكايته. باشمهندس عادل مهندس زراعي خريج عين شمس، صح؟ اه زراعي عين شمس. متخصص في ايه بقى؟ انا التخصص بتاعي انتاج دجيني، تغذية التغذية. كويس. اتخرجت امتى؟ في 2017. واول ما اتخرجت عملت المشروع؟ اول ما اتخرجت على طول عملت، بس انا كنت شغال فيها وانا في سنة اولى كلية. شغال ازاي؟ كنت انشأت صفحة على الفيس باسم مزارع النعام، كانت تعتبر اول صفحة موجودة بتتكلم عن النعام او بتعمل حاجات حملات توعية للناس عن النعام. بدأت اتواصل مع الناس اصحاب المزارع او كده، ان انا اسوق لك المنتج بتاعك، مش عايز منك فلوس، بس انا عايز منك ان انا اتعلم ازاي اتعامل مع النعام. هم الناس كانت تمام، مفيش مشكلة، بس كانوا متحفظين على المعلومات كلها. في اسرار في عالم تربيه النعام. هم كان الفكره كانت الدايره قافلينها على نفسهم شويه. في طبعا اللي كان يقول لك انت لسه بتدرس، خليك في دراستك، لما خلصت تبقى تعالى. بعد كده بدات ان انا اعرف الصفحه بدات تكبر يوم عن يوم، لحد بقى لها اسمها. بدات اعمل زي فيديوهات تعليميه، اروح لصاحب المزرعه اعرض عليه الفكره، انا هجيب معايا ناس هيصوروا معايا، كنا شباب مع بعض، هنصور، مش عايزين منك اي حاجه، احنا هنعمل لك دعايه ليك، بس احنا هنعمل فيديوهات تعليميه للناس تعرفوا معنى ايه نعام. بدات ان انا اعمل فيديوهات تعليميه، بدات انشرها على اليوتيوب، جابت اقبال كويس من الناس. بعدها بسبب اتحاد الطلبه وقفت سنتين عن موضوع النعام خالص والفيديوهات. كان رئيس اتحاد الطلبه هو في الجامعه. كنت رئيس اتحاد الطلبه من 2015 ل 2017، سنتين ورا بعض. بعد كده اتجهت لا خلاص خلاص انت فاضل لك اقل من 6 شهور تتخرج، فانت لازم تبقى دارس الموضوع، موضوع الدرس مع اكتر، لحد ما بدات ان انا خلاص جمعت المعلومات اللي انا عايزها. اول ما بدات اعمل المزرعه في البدايه طبعا كاي حد انا كنت مقتنع ان انا فاهم ساعتها، او كان البيزنس شددني شويه ان انا هدفع جنيه هاخد 2 جنيه زي ما كان بيتقال. دخلت يعني اول حاجه اتنصب عليا في سعر النعام. تمام، كانت الاسره ساعتها ب 15، ادت لي ب 45000. الايه؟ الاسره ب 15000. الاسره هي عباره عن ذكر واثنين اناث. اشتريت حضرتك بكام؟ واحد جابها لي ب 45. حلو، ضعف يعني. الضعف. ما انا عنديش مشكله ان ضعف السعر، ما فيش مشكله، بس يبقى النعام كويس. النعام كان فيه مشاكل كمان. كان التغذيه بتاعته كان بياكلهم علف ارانب. النعام بدا يديله ادويه كتير عشان يبيض. ده هلك معايا المبيض. ساعتها قعدنا نحسب كميه الخسائر انا ومحمد اخويا. محمد اخوك شريكك؟ محمد اخويا يعتبر شريكي، وهو يعتبر كل حاجه بتاعته في المزرعه. طب تمام. يعتبر هو كان الدعم. انت بتشتغل عنده يعني. كويس. يعتبر الدعم الاول والرئيسي ليا. هو اللي اداك التمويل الاول؟ هو التمويل كان منه ومن والدي. كويس. هو الفكره الاول ان انا تعاون. كويس. انا كنت الاول اصلا رافض مبدا ان انا اشتغل عند حد، هو كان رافض نفس المبدا. كويس. فقال لي خد جرب. فهي كانت ساعتها اول بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني اول حاجه قعدنا 7 شهور مفيش انتاج نهائيا. الاسره اللي انت واخدها دي مفيش فيها اجار؟ انا ما جبتش اسره، انا جبت 6 اسر. 6 اسر. ما انا كنت بادئ مبدا ازاي ان هي بيزنس اكتر. فانا قلت ايه بقى، انا هبدا كبير. 30000 جنيه على 300000 جنيه على طول. يعني قلت انا هبدا كبير عشان كده ايه بقى مره واحده بقى. هو الكبير يبدا كبير مره واحده. مظبوط. فكان تفكير غلط طبعا. هو الكبير بيبقى كبير ان هو يبدا يعمل الشغل من تحت ايده، مش شغل من بره. مظبوط. يعني لو كنت جبت اسره وقعدت جنبيها وقعدت تطبطب عليها كانت تعمل لك، كانت تعمل الشغل. بعد كده بدات ان انا اطور. النعام بيخسر. محمد جه قال لي بص ده من اخر مشروعك، انت عايز تكمل براحتك. هو كده اصلا محمد عنده شركه مقاولات مش موجود معاه في المزرعه باستمرار. قال لي المشروع قدامك، هعمل الاثنين، لا تكمل وانا معاك، لا تقول لي هنصفي وبراحتك، بس لو هتكمل انسى اللي انت اشتغلت بيه ده كله، النعام ده كله يتباع. بعته كله؟ بعت النعام كله. بعت بقى الاسره اللي كنت مشتريها ب 45 بعتها في كام؟ لا ما بعتها، ما رضيتش ابيعها بصراحه اسره. بعتها فردي. بعتها سكينه. اكل؟ اكل. وهي النعامه بكام الاكل؟ النعامه الاكل ب 6000 جنيه. يعني خسران كتير. بس ليه النعامه بتطلع كام كيلو؟ النعامه بتطلع معايا 35 كيلو لحم صافي. 35 كيلو لحم صافي؟ لحم حمراء؟ فانا كده جيت احسبها في خساره، بس هي الفكره انا اتاذيت، مش هينفع اذي حد تاني بعتي. بدات اخد الدكوره اللي انا محتاجها وبعت النعام كله. بدات انا الف بقى على الاديار والناس اللي مربيه نعامه في كل حته. بدات نلم النعام من جميع جمهوريه مصر. انا كنت انت تعتبر ترتيبك هنا في مزارع النعام في مصر قد ايه يعني؟ انا اعتبر حاليا بتحكم في ثلث الانتاج. ثلث انتاج النعام في مصر؟ ثلث انتاج النعام في مصر. كويس. بدات ان انا الم النعام من كل حته.
ليه بلم نعام من كل حته؟ مثلا عند استاذ محمود مثلا عنده نعام، نعام استاذ محمود سمعت مثلا الدكتور عنده انتاجها كويس، عادل عنده النوتي انتاجها كويس. طبعا النعام انواع، هو كله نوع واحد موجود في مصر، في مصر نوع. بس هي الفكره انا اشتغلت حاجه اسمها تحسين وراثي بسبب دراستي وكده، ان انا اختار تحسين النسل، حسن النسل، تخلطوا بقى، اخلط بقى، اجيب من ده عنده ذكر كويس وده عنده انتاج كويس، ابدا اخد ده اطلع منه سلاله اولى. تمام. ودي بتعرفها ازاي بقى؟ انا هنا في المزرعه عامل اللي يعتبر اول سيستم كامل للنعام، سيستم كامل يعني نعامه من اول ما بتبيض البيضه لحد الكتكوت ما يبدا يبيض بيضه ثانيه. كلها عندك يعني عارف البيضه دي جايه من انه نعامه واي راس ذكر وانثى. يعني ده مثلا عندي كل ملعب واخد رقم، حضرتك بتبصيت على البيضه وتلاقي المكتوب عليها بي واحد، ملعب رقم واحد. الملعب ده مثلا ببقى عارف النتايه مثلا سي، انا كل ده مديها اسم. النعام فيه كل حاجه فيه مميزه، يعني مفيش نعامتين شبه بعض. بقول مثلا دي نعامه مثلا دي ام ديل، دي العوره كده، مديها اسماء. يعني هي نعامه مش لما بيضتها تبقى مش تطلع حاجات شبهها بالظبط؟ بتطلع حاجات شبهها، بس انا وانا باخد البيضه من الملعب. الفكره في الملعب بتحدد، احدد، وما بتخش المعمل معايا بيبقى عندي سجل تاني محدد الكتكوت ده طلع مثلا من ملعب بي واحد من نتايج كذا وكذا. كويس. بخش معايا بقى اللي انا هاخد منه جزء هربيه انتاج، يعني مثلا سي ربيت 300 كتكوت. الانتاج مش باخد من ال 300 اي نعام بربيه، لا انا عندي مواصفات. والباقي تعمل فيه ايه؟ الباقي بطلعه ذبح صغيرين، بطلع كتاكيت عمر اسبوع وكتاكيت عمر شهر وثلاث شهور. بيبقى عندك ناس بقى بتطلب وتبقى عارف عندك زباين. عندي زبايني. طب انت كنت بتعمل حاجه في الفيسبوك بتقول للناس بتعرفهم عن النعام. انا كنت بتقول لهم ايه؟ انا اول مره عايزهم يعرفوا ايه يعني؟ هي الفكره انا ما عنديش، انا يعني الفكره كلها لما بسبب موضوع الكورونا كان الاول بنسمح للناس تيجي تزور المزرعه زياره ونعرفهم ان هم عايزينه. بسبب موضوع الكورونا الموضوع طبعًا بقى قلق شويه، ففكرت ساعتها ان انا ابدا ارجع فيديوهات زي ما كنت بعمل زمان. عايز تقول لهم ايه بقى باختصار كده نقدر نقول للساده المشاهدين ايه عن هذا العالم؟ هو النعام، بيزنس النعام عامه هو من افضل البيزنس اللي هيبقى موجود الفتره الجايه. اقتصاد دول كامله قايمه عليه. عشان كل حته فيه ليها ثمن، كل حاجه لها ثمن، الريش ليه ثمن، الجلد ليه ثمن، اللحمه لها ثمن، يعني وش الرقبه لها ثمن، الرقبه دي جلد ليه ثمن، الرقبه دي عباره عن عكاوي. عكاوي طبعا، عكاوي تمام. الجلد انا بتكلم على الجلد اللي بره، اللي بره ده ليه ثمن، ده جلد بيستخدم في شنط واحذيه وحزمه وحاجات زي كده. تعالي تعال. الجلد ليه ثمن، الريش. تعال انت جدع جريئه. تعال هم كلهم هيجوا على طول، هي واحده جت كله هيجي. تعال